انتفاضة الاستقلال المباركة، هكذا سماها الشعب الصحراوي، وهكذا أراد لها أن تكون انتفاضة حتى النصر والتحرير. مظاهرات سلمية في كل شارع وزقاق بسمار المحتلة، من شارع النصر، من التقدم، والأوروغواي، والعمارات، وما يسمى الحي الحسني والسكنة. خرج أبناء الشعب الصحراوي اليوم من كل حدب وصوب، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، كانوا في الموعد ولبوا نداء الواجب الوطني، وأثبتوا للعالم أن الشعب الصحراوي ماض نحو الحرية والاستقلال مهما كان الثمن ومهما تعددت التضحيات. شعارات تنادي بالاستقلال، وأخرى تدعو للتظاهر السلمي ولرص الصفوف في مواجهة الاحتلال الغاصب الذي أصيب بالهلع وهو ينظر لشجاعة أبطال وبطلات الانتفاضة، وهم يردون على عنجهيته بالشعار الراقي والمظاهرة السلمية وحمل أعلام الدولة الصحراوية. وكما يقول المثل، مثل رب ضارة نافعة، ربما كان في القرار الدولي رقم 2099 بداية الطريق للتعجيل والإسراع بإنهاء الاحتلال وتقهقره إلى غير رجعة عن أرضنا الطاهرة. قوات القمع المغربية المتعطشة لانتهاك حقوق الإنسان تدخلت ضد المتظاهرين بعنف، مما خلف إصابات متفاوتة الخطورة ولائحة طويلة من الضحايا سنوضحها بتفصيل أكبر في مراسلتنا القادمة. أبناء الشعب الصحراوي المكافح، في كل أماكن تواجدكم، لنجعل من سنة 2013 عاما مفصليا، عاما تاريخيا، عاما يحمل النصر والاستقلال، عاما يرقد فيه الشهداء بأمان وهم يدركون أننا صمنا العهد وحافظنا على الأمانة. فمزيدا من العطاء، مزيدا من التضحيات، فما كان بالأمس حلما أصبح اليوم حقيقة لا مرد لها.